هنا من أنجح المهرجانات المصرية الحقيقة، وأصبح من أهمهم في المنطقة كلها. ضخامته وتنظيمه المحكم وبرنامجه الغني، كل دي مواصفات تخلي المهرجان كبير. يعني ده مهرجان مثلا فيه السنة دي 8 أفلام موجودة في البرنامج، هي تمثل بلادها في جائزة أحسن فيلم، أوسكار أفضل فيلم أجنبي. ده معناه أنه في مستوى من البرمجة عالي جدا. في كمان مجموعة من الأفلام القصيرة والتسجيلية مبهرة. يعني دي مواصفات المهرجانات الكبيرة الحقيقة، يعني وده يعني واضح في مهرجان الجونة. الشغف اللي عند الناس والحضور ان هم يتفرجوا على افلام ويشوفوها ويحضروا المناقشات اللي ما بعد العرض، دي كلها حاجات مؤشرات كويسة جدا. في حالة تنظيم محكم شديد الاحكام الصراحة على مستوى العروض الفنية وعلى مستوى اقامة الناس وعلى مستوى الندوات وعلى مستوى الانتقال الناس من مكان لمكان، على كافة المستويات في حالة تنظيمية محكمة الحقيقة.